وقت اللي هيك بلشنا كنا عم ندرس الحقوق هوني كان بيقول لي يا بدوي ما فينا ندرس حقوق محضر امتحاناتنا بصغرتها خلينا نروح على أميون. ليش بأميون؟ كان بيو قائم قام الكورة ومركز القائم قام هي أميون. رحنا لهوني وعدنا سنحضر دروس الامتحانات الحقوق. بالطبع يعني مش كل وقت كنا نحكي مواد ووسائل قانونية، ولكن كنا نضطر لأحاديث أخرى، شيء طبيعي. بقى حسيت من رنيه معوض وهيك الأيام كان نجم حميد فرنجية عم بيصدع بلبنان وبالخارج، وكان وزير خارجية مميز، وكان اسمه مطروح بشكل جدي لرئيس الجمهورية. قال لي رنيه معوض الله يرحمه، قال لي أنا كمان بطمح لعمل رئيس الجمهورية. منذ تلك الأيام بدأ يدرس القواعد السياسية في العلاقات اللبنانية والعربية في مكتب الرئيس عبدالله اليافي. بدأ التدرج نحو المحاماة مع رفيقه ميشيل أدي. لما تخرجنا بان سجل التدرج سئب شيء غريب. أنا سجلت بالأول بمكتب الرئيس الراحل الله يرحمه عبدالله اليافي. بقى مكتبه كان ببنية الجامع العمري، كان في مكتب له هنيك. بقى لما قال لي تفضل تعال، كان صاحبي مع الوالد، وصاحبي كان مع المرحوم إيميل إدي اللي أول مرة تعين رئيس حكومة بأيام ولاية رئيس إيميل إدي الله يرحمه. بقى جيت أنا على المكتب اللي عنده، تفاجأت رني موجود. قلت له شو؟ قال لي أنا كمان تسجلت عنده. قلت له منيح، لكن رأينا عن جديد. بعد شهر شهرين ثلاثة شهور يعني ما في كان شغل كتير تنعمل تدرج، كان مكتب السياسي تحديدا نشتغل مع المحامين اثنين يعني كان في قضايا صغيرة، ولكن المكتب السياسي. قلت له رني شو رح نضمنا هيك بدنا نتعلم تدرج الواحد يتعلم. قال لي شو رأيك أنا كمان عم فكر. بعد ثلاثة شهور رحنا عند الله يرحمه رئيس عبدالله يافي، كنت حبه كتير وهو كان يحبنا كتير أنا ورني. إيه بقى قلت له إنه لو بتعرف نحن رح ننقل على غير مكتب. بقى رني راح كمان الله يرحمه كلهم حميد فرنجية، وأنا جيت عند جبريل إدي. منذ العام 1949 مع التجديد للرئيس بشار الخوري بدأت إطلالات رنيه معوض المباشرة على السياسة اللبنانية العامة وعلى السياسة المحلية في صغرته. شارك في مظاهرات معارضة للرئيس بشار الخوري ورافضة لتعديل الدستور وتجديد الولاية، وتم توقيفه في علي. أما في صغرته فقد نجح في تشكيل لجنة بلدية عامة تضم ممثلين عن العائلات لتكون ملتقى الزعماء والوجهاء ومكانا لحل الخلافات وإزالة الحساسيات. هذه الإطلالات متنت علاقته ببيت فرنجي وأسست لبداية رحلة طويلة في عالم السياسة من خلال تحالفه مع حميد فرنجي في انتخابات 1951 عندما كانت صغرتة وبشري والبترون دائرة انتخابية واحدة، وعندما كان لا يزال في 26 من عمره مؤسسا مكتبه الخاص في المحاماة ومدشنا دخول عائلة معوض إلى السياسة، معلنا انتقالها من جمهورية إهدن صغرتة إلى جمهورية لبنان الكبير. رشحوا حميد بيك. هلا أنا كان عمري 23 سنة، ما بقدر بنتخب، كان يوم متى المنتخب بده يكون عمره 25. أول بتروح أنت وثلاثة أربعة رينا باك، كان هو عدو سين باك بالطلون. بتروحوا على البترون تقعدوا عندي تفضوا، لا حدا يحكي له شيء. كان حميد باك هو يتفضوا فرديستي، وعشت متشري عمال استاد ندرو. فيليب بولوس نيكورو ورينا باك وحمد باك بصغرتي
هي 1951 وقتها ليسة حميد فرنجي بتسقط كلها بمجح الله هو وحده. نجح أيضا عدد من نواب المعارضة منهم كميل شمعون وكمال جنبلاط وغسان تويني، وأسست انتخابات 1951 لثورة مضادة لإنهاء عهد الشيخ بشار الخوري، انضم إليها رئيس حكومته سامي الصلح، وقادتها الجبهة الاشتراكية الوطنية، وبلغت ذروتها في مهرجان دير القمر في 17 آب 1952 تحت ضغط الشارع. قدم الرئيس بشار الخوري استقالته في 18 أيلول 1952 وكلف قائد الجيش اللواء فؤاد شهاب رئاسة الحكومة الانتقالية لإجراء الانتخابات، وضمت إليه الوزيرين ناظم عكاري وبسيل تراب. خلا قصر القنطاري من سيده، وانصرفت البلاد إلى انتخاب رئيس جديد. كانت حظوظ حميد فرنجي مرتفعة ومتقدمة، ولكن الدفة مالت إلى كميل شمعون، فسرق الرئاسة من حميد فرنجي الذي تنازل له بعدما تأكد من أن أكثرية النواب تؤيده. وصار كميل شمعون الرئيس الثاني للجمهورية في 23 أيلول 1952 هذه الحادثة المصيرية ستؤسس لسلسلة من الحوادث الدراماتيكية والعلاقات المعقدة بين الرجلين لم يكن رينيه معوض بعيدا عنها. بدأ كميل شمعون عهده بقوة وسعى إلى الإمساك بكل مفاصل الجمهورية. في العام 1953 حل مجلس النواب وقلص عددهم إلى 44 وجعل حصة صغرتا نائبا واحدا. دعم رينيه معوض حميد فرنجي ضد يوسف كرم ففاز بالمقعد. سنة 53 كميل شمعون حل مجلس النواب وعمل 44 نائب بلبنان، دلع النايب لصغرتي. جينا عند رينيه بيك، شو يعني؟ قال لي يا سليم يا بتمعود بدي امشي مع حميد بيك. انا ما بيقول لي هلا انزل لانه حميد بيك قدام رئيس الجمهوريه بدنا نتعبه. مشينا معه بالمنطقه كلها سوا وزيروت، وكانت الكتاب مدية لويس ابو شرف ومدية جماعة يحكوا عنه، يحكوا بحميد بيك. طلع حميد بيك ضد يوسف بيك، يوسف بيك طلع ضده بصغرتي، صابوا 3000-4000 صوت صابوا يوسف بيك. أسعف هذا الفوز حميد فرنجي، وعلى رغم علاقته الحذرة مع كميل شمعون دخل حكومة سامي الصلح في 9 تموز 1955، ولكنه سرعان ما استقال قبل أن تستقيل هذه الحكومة في 19 أيلول من العام نفسه، لتحل محلها حكومة رشيد كرامي صديق رينيه معوض، وليتحول بعدها حميد فرنجي إلى معارضة شمعون بقوة. حاول الرئيس شمعون الدخول إلى ساحة صغرتا السياسية عبر دعم الأب سمعان الدوي، واحتد التنافس على أبواب انتخابات 1957، وكان تم رفع عدد النواب إلى 77، وأصبحت حصة صغرتا نائبين. وقف رينيه معوض مع حميد فرنجي ضد الأب سمعان الدويهي ويوسف كرم. 16 حزيران 1957، يوم أسود في تاريخ صغرتا، ويوم مفصلي في تاريخ رينيه معوض وبيت فرنجي. جناز واحد في مزيارة